السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب احنا قلنا layer 2 message بعد ما ياخذ الريكوست من عنده، بعد ما يعمل ARP بياخذ الريكوست layer 2 messages. هنا ايش راح يعمل؟ هنا بيعمل انكابسوليت للانفورميشنز، هنا بيعمل ديكابسوليت، بيلاحظ ان الانفورميشنز بتذهب لمن؟ تذهب لموقع فيسبوك صح؟ which is فيسبوك طح؟ صح؟ طح؟ طح؟ مين طح هذا؟ اوكي هذا بيذهب للسويتش السويتش الثاني، بعدين يذهب للراوتر. بالراوتر حيتعمل له ديكابسوليت. جميل، الديكابسوليت اللي حيكون في الراوتر حيشوف المسج من الفيدورا بتحتوي هذا المسج على انه يتصل بمن؟ بالفيسبوك. فبيلاحظ انه في اي بي لمن؟ للفيسبوك. طبعا الرينج الاي بي اللي موجود هون بتختلف عن الرينج الاي بي الموجود هون صح. فاذا بهيك حاله ممكن انه هو يعمل له شو؟ بيعمل له إعادة تغيير لمن؟ للبورت، وإعادة تغيير لمن؟ للآي بي. بمعنى أنه أنت لما تيجي من هون وتصل للراوتر، هذا فيها رينج خاص من الآي بيز، هذا فيها رينج خاص من الآي بيز. هنا حيتعمل الديكابسوليشن، حيتعمل هنا إعادة ري انكابسوليشن، هنا حيعيد يعمل انكابسوليشن من جديد مع الانفورميشن الجديدة للآي بي اللي موجودة هون. عرفت كيف؟ طيب هون احنا قلنا في راوتر اخر موجود اللي هو راوتر المنزل. يعني هلا انت هذا الراوتر موجود في جي ان اس 3 صح؟ اذا في عندك راوتر اخر موجود في البيت، يعني خلينا نوضحها في الجراف الثاني like this. طيب هذا الراوتر حيكون هو الراوتر المنزلي اللي هو في البيت، وهذا الراوتر اللي موجود في داخل جي ان اس 3. يعني لما يعمل ريكوست البي سي المسج لاير 2 بياخذ من الراوتر. طيب مسج لاير 2 بياخذ من الراوتر في حالة إذا ما كان عندك كاش ARP. مين ده؟ كنترول زي. إذا ما كان عندك كاش للارب، طبعا الماوس بده شنق الارب. أوكي لو عندك كاش ARP it's okay ما عندك مشكلة، لكن في حالة احنا بنفرض انه انت عندك فلاش للارب، ما في موجود عندك ARP، بالحالة request حيكون من من؟ حياخذ request ARP من الراوتر. الراوتر بيعطي له الانفورميشن لأوبنتو. اوكي هذا البي سي اللي احنا قلنا عليها فيها محمد، لاحظ هذا شكلي. اوكي this is me don't forget me. اوكي هذا الانترنت اللي هو فيها الفيسبوك. اوكي طيب احنا حياخذ شو؟ حياخذ الارب. الارب انفورميشنز اللي موجوده حتكون محصوره بين الاوبن تو وبين هذا الراوتر 1. هون ما له علاقه، هون ما له علاقه، الانفورميشنز ما توصل لهذه الاماكن. اوكي طيب هذا نقطة احنا وضحناها. في شيء اخر ايضا نوضحها، احنا لما تيجي الانفورميشنز للمسجنج انه هذا بيطلب من عندك موقع فيسبوك which is هذا الاي بي 31.13.93.36 صح؟ 36 ايه 36. طيب هذا الانفورميشنز اللي بتيجي هون الراوتر بيفك هذا الانفورميشنز اللي بيعمل ديكابسوليتنج. اوكي مثل ما شرحنا بالجراف الاول، وبيعمل ري انكابسوليتنج مع اعاده توجيه من جديد فوروردنج. هنا بيعمل له وبيعمل له انكابسوليت بالاي بي الجديد، لان هون ممكن يكون الاي بي المختلف. هنا الرينج من الاي بيز لاحظ 10 0 0 0 0، هنا بيختلف ممكن الرينج الاي بيز او اللي هو هون. طبعا هذا السويتش اعتيادي، يعني فقط باسينج بيعمل، ما بيعمل اي تغيير فيها. طيب هذا بيجي بيتحول للطرف الثاني من الراوتر اللي هو هذا الطرف الثاني، هو هذا تلاحظ، وهذا اللي بيتحول الى 12.0000 على 24. بمعنى حيتعمل هنا ديكابسوليت انكابسوليت مره اخرى بالانفورميشنز الجديده الاي بي والبورت. اضف الى ذلك بالهب الجديد كذلك هنا عندك في رينج اخر ايضا يتم اعاده ديكابسوليشن انكابسوليشن لها من جديد. طيب بعد ما يعمل كل هذا الريكوست يبقى عليك شو؟ يبقى عليك الريكوست الاخير. ايش راح يعمل الا ممكن هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه لللاير 2. ممكن هنا، ممكن هنا الانفورميشنز لللاير 2 اللي موجوده، يعني بقى الاحظ خلينا نرجع بالصوره هون، بياخذ من عندك انفورميشنز لللاير 2، هون بياخذ من عندك انفورميشنز لللاير 2، هون بياخذ من عندك انفورميشنز لللاير 2. يعني هون بيختلف. اوكي لاير 2 مسج احنا بيختلف. جميل. طيب بالنسبه للمسج لاير 2 احنا هذا الموضوع احنا خلصناها، بس يبقى شيء اخر، هل هو يحتاج مسج لاير 3؟ هذا جواب مفروض تتجاوبه. طيب خلونا نشوف لاير 3 مسج بيحتاج، في حاله في عندك تغيير في الرينج للاي بيز. هنا عندك 10
0 وات، هنا عندك 12 0 وات، وهنا عندك 153 0 0. بمعنى انه في كل هاب من هذه الهابس هيحتاج الى شو؟ هيحتاج الى change للاي بي، بيحتاج الى كابسوليشن ديكابسوليشن في كل هاب هو بيعملها، بيخلي فيها الانفورميشنز جديده للاي بي. يعني هذا حيكون هو السورس، هذا حيكون ديستنيشن، هذا حيكون السورس، هذا حيكون ديستنيشن، وهكذا لحد ما يوصل للموقع اللي احنا بدنا اياه اللي هو الفيسبوك. جميل. طيب اخر شيء بيعمل شو؟ بيعمل تي سي بي ريكويست. تي سي بي ريكويست هياخذها من من؟ هياخذها من اوفر اول للمسج لاير 3، اوكي، اللي هو لاير 3، اوكي. هذا كله تب بيعمل له تي سي بي ريكويست. هيدا التي سي بي ريكويست بعد ايش راح يعملها؟ هيعمل لك دي ان اس ريكويست. جميل. طيب اذا اخر هاب عندك، اخر محطه هي هنا، اللي بيعمل لك شو؟ بيعمل لك دي ان اس ريكويست. الدي ان اس ريكويست هيذهب لمن؟ هيذهب للفيسبوك. الفيسبوك هيتعرف على البابليك اي بي اللي انت عن طريقه بتتصل على الموقع فيسبوك. بالحال ايش راح يعمل لك؟ تي سي بي ريكويست 3 واي هاند شيك. انت دخلت. اذا بالحال انت بتاخذ، يجي الموقع الفيسبوك شو راح يعمل لك؟ راح يعمل لك ريبلاي الى من؟ للبي سي. من يعمل ريبلاي للبي سي؟ ممكن يكون هذا الريبلاي بيحتوي على اكثر من اي بي. احنا قلنا انه الفيسبوك ممكن يكون هنا عندي الاي بي الموجود عندي مختلف عن الاي بي اللي موجود عندك، هذا الشيء which is احنا متفقين عليها نمبر 1. يعني راح يكون ممكن يرسل لك اكثر من اي بي في نفس الوقت، 10 اي بيات. هنا البي سي حيختار واحد من هذه الاي بيات للفيسبوك، بعد ذلك حيكون انت عندك شو؟ 3 واي هاند شيك بين الموقع وبين البي سي. توضحت الفكره؟ ما تقل لي ما توضحت الفكره، انت حر اذا ما توضحت الفكره. اذا طيب احنا في هذه المرحله بنلاحظ انه احنا اتصلنا بالفيسبوك والفيسبوك رجع لنا هذا الشيء اللي هو البيهايند سين، خلف الكواليس اللي راح يحصل، وراح نشوفها كيف. يعني هذا الفكره اللي يعني شرحت لك اياها هي المخطط اللي احنا حنشتغل عليها باللاب هذا. اضف الى ذلك احنا شيء نقطه احنا ذكرنا ايضا الارب اللي حيكون هنا بين الاوبن تو وبين الراوتر 1، اونلي ذيس تو نوتس راح يشوفوها، اوكي، لانه هو من ضمن البروكاستنج دومين. وهذا الشيء انا ما اشرحه لان المفروض من عندك انه انت تعرف النتورك قبل لا تدخل للواير شارك. Add for that انه هذا احنا بنحسبها، هذا الربط بين الاوبنتو وبين الراوتر احنا بنحسبها بالاكسس لينك. وعندك من هون لهنا انت منتجي عن طريق السويتش لهنا، هذا اللي بنحسبه احنا عن طريق من؟ عن طريق الترانك لينك. فاللاير 2 حيتغير بكل هاب موجود عندك. يعني هنا انت عندك بكل هاب، قديش شغبطنا احنا، بكل هاب انت يكون عندك هون، اوكي، هون انت عندك اللي هو نفسه هون، وهون انت عندك في كل هاب، وكذلك انه هنا انت في عندك اوكي هذا هو الراوتر المنزلي. هون انت يكون عندك شو؟ يكون عندك لاير 2 حيتغير في كل هاب موجود انت عندك. هون بيتغير لاير 2، هون بيتغير لاير 2، هون بيتغير لاير 2، صح؟ ولغايه وصولها للانترنت. طيب اللاير 2 احنا قلنا انه حيعمل لك فوروردينج للراوتر، هذا لاير 2 اللي حيحصلها الاوبن 2 او البي سي اللي بياخذها حيعملها فورورد لمين؟ حيعملها فورورد الادرس للاير 2 لمين؟ للراوتر. الراوتر هون لما بيشوف هون الراوتر حيشوف هذا المسج، بيعمل الديكابسوليت ويشوف الادرس وبيعملها مره اخرى الري انكابسوليت حيعملها وبيرسلها للسكند هاب اللي هو هون ال 12000، صح؟ بك حاله هذا ايضا بينتقل لهنا. اذا لحد هذا النود بيتغير انت عندك اللاير 2 ادريس، اوكي، بيختلف. اذا في كل هاب انت بتختلف عندك، لكن باللاير 3 مسجز، خلينا نشوف باللاير 3 مسجز، لكن خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم. لهنا نقول لكم مع السلامه.